اختلاف أجناس المعبودات لا يخرج الشرك عن حقيقته، وذلك لأن المشركين المعاصرين قالوا: نحن لا نعبد شجرا كما كان السابقون يفعلونه، ولا نعبد حجرا كما كان السابقون يفعلونه، وإنما نحن نعبد أولياء من أولياء الله وصالحين. فهم يقولون: نحن نعبد الأولياء والصالحين، وأما السابقون فكانوا يعبدون الأشجار والأحجار. نقول: أبدا، اختلاف أجناس المعبودات لا يخرج الشرك عن حقيقته. ثم نقول: إن الأولين لم يكونوا يعبدون الشجر لذات الشجر ولا الحجر لذات الحجر، وإنما لأنها رموز عن الصالحين، فقد كانوا يعبدون صنم ود لأنه رمز عن ود الرجل الصالح من قوم نوح. ود وسواع ويغوث ويعوق ويغوث ونسرة، هذه أسماء رجال صالحين. فإذا أصنامهم التي عبدت من دون الله لم تعبد لأنها حجر، وإنما لأنها رموز عن أناس صالحين. ثم: أوليس في السابقين من عبدوا الملائكة؟ الجواب: بلى. فإذا لا نسلم لكم أيها المعاصرون أن السابقين إنما كانوا يعبدون الشجر والحجر، وأنتم إنما تعبدون الأولياء والأنبياء، فإن اختلاف أجناس المعبودات لا يخرج الشرك عن حقيقته مطلقا.